المهم خلونا دلوقتي نروح ونتابع مع حضراتكم اخر اخبار النادي الاهلي بكافه فرقه المختلفه وكل الانشطه اللي فيه مع مراسلتنا العزيزه سالة حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الخير عليك، اتفضلي سامعينا. يا صباح الفل يا كريم، ويا صباح الخير يا نهواند، وطبعا يعني بصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، ان شاء الله اليوم النهارده يكون مليان بالسعاده والتفاؤل والطاقه الايجابيه علينا وعلى كل اللي بيتابعونا. يعني خليني في البدايه قبل ما اتكلم عن اخبار النادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم والنشاط الرياضي، خليني يا كريم ويا نهواند اضيف على كلامكم بخصوص الفيلم الوثائقي لبطوله دوري ابطال افريقيا، فيلم سر التسعه. يعني يمكن أنا كنت موجودة يوم الجمعة يوم عرض الفيلم، يعني تم عرض الفيلم على الشاشة الرئيسية، شاشة العرض هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الساعة 9 بالظبط. لكن قبل الساعة 9 يعني قبل عرض الفيلم بساعة، الساعة 8 اتعرض البرومو الخاص بالفيلم اللي جذب أعضاء النادي الأهلي إن هم يجوا ويتفرجوا على الفيلم على شاشة العرض. وبالفعل يعني كان متواجد عدد كبير جدا من أعضاء النادي الأهلي لمشاهدة الفيلم، وكمان كان متواجد فريق العمل بإدارة الإعلام اللي قام يعني باعداد واخراج الفيلم، وكان كمان متواجد معاهم الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف على الفيلم الوثائقي. الكل كان متواجد والكل كان موجود عشان يتفرج على الفيلم. كان في حاله من يا كريم، حاله من الحماس والتركيز، الفرحه والحزن في نفس الوقت اثناء مشاهده الفيلم لاعضاء النادي الاهلي. طبعا الحزن يعني بسبب المشاهد والكواليس اللي اتفرجوا عليها خلال مباراه الهلال السوداني يعني برضو. وبعد المباراه شفت اعضاء النادي الاهلي كانوا بيتكلموا في يعني حديث جانبيه عن الفيلم وقد ايه هم مبسوطين وفخورين بانتمائهم للنادي الاهلي، وانه يعني الكواليس والاحداث اللي هم اتفرجوا عليها دي خلال الفيلم اكدت لهم ان يعني لعيبه النادي الاهلي كانوا رجال وعلى قد المسؤوليه والثقه اللي تتهالهم جماهير النادي الاهلي، وان هم يعني حققوا حلم كل اهلاوي وهو التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي الأهلي، والحلم الأكبر وهو يعني من خلال تتويج بالبطولة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ النادي الأهلي. كل التحية وكل الشكر للدكتور مهند مجدي ولفريق العمل بالكامل اللي يعني اجتهد عشان يطلع فيلم يعني زي ده ويليق باسم النادي الأهلي وبعظمة النادي الأهلي. كل الشكر كل التحية ليهم. يعني خليني بقى أتكلم عن أخبار الفريق الأول لكرة القدم وبقيادة المدير الفني موسيماني. بعد راحة لمدة 48 ساعة الفريق هيواصل النهاردة تدريباته إن شاء الله على ملعب مختار التتش. التجمع النهاردة هيكون الساعة 2 والتدريب هيكون الساعة 3 استعدادا للمباراة القادمة أمام نادي بيراميدز، والمباراة اللي هتقام يوم الثلاث إن شاء الله الساعة 7:30 على استاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. كمان خليني أطمن جماهير النادي الأهلي على حالة بدر بنون وأكرم توفيق. يمكن بدر بنون اشتكى من بعض أعراض البرد، واكرم توفيق فضل يعني دكتور الفريق ان هو يعيد المسحه مره اخرى، والحمد لله يعني المسحه يعني النتيجه بتاعتها طلعت سلبيه، وبكده يعني بدر بنون واكرم توفيق ان شاء الله هيكونوا متواجدين مع الفريق النهارده في التمرين بنسبه كبيره استعدادا يعني لمباراه بيراميدز. استكمالا بقى لاخبار الفرق الرياضيه، خلينا نتكلم شويه عن اخبار النشاط الرياضي. وكالعاده هبتدي الاول بالفريق الاول لكره السله سيدات بقياده كابتن علي هاشم. سيدات السله بعد اداء متميز فازوا على نادي مدينه نصر بنتيجه 96-47، ده كان في دور الثمانيه من بطوله كاس مصر، وبكده الفريق بيكون تاهل بشكل رسمي لدور النصف النهائي من البطوله. لكن لسه يا كريم ما تحددش مين الفريق اللي هيواجهه النادي الاهلي في السيمي فاينل من البطوله. وبدون راحه ان شاء الله النهارده سيدات السله هيواصلوا تدريباتهم على صاله الشرقيه للدخان الساعه 8 النهارده التدريب استعدادا للمباراه القادمه، وهتكون مباراه كاس السوبر المصري واللي هتكون امام نادي هليوبلس. المباراه تقام ان شاء الله يوم الثلاث الساعه 4 على صاله الشرقيه للدخان. عشان كده يعني الفريق نقل تدريباته من صاله الشهداء هنا بمقر النادي لصاله الشرقيه للدخان. ده بالنسبه لسيدات السله. بالنسبه لرجال السله النهارده ان شاء الله هيواصلوا تدريباتهم بعد يعني راحه سلبيه لمده يوم. التدريب هيكون من الساعه 2 للساعه 4، وبعد التدريب هيدخلوا في معسكر مغلق مباشره استعدادا للمباراه القادمه امام نادي الاتحاد السكندري، وبرده يعني هتكون في بطوله كاس السوبر المصري واللي هتقام في نفس اليوم يوم الثلاث ان شاء الله على صاله الشرقيه للدخان. لكن المباراه هتكون في تمام الساعه 8:30 مساء. استكمالا لاخبار الفرق الرياضيه، خلينا نتكلم شويه
عن الفريق الاول لكره الطايره سيدات او فتيات الذهب بقياده كابتن حمدي الصافي. فتيات الذهب النهارده ان شاء الله يعني هيتمرنوا الساعه 1 ونص عفوا على صاله الشهداء بمقر النادي، وبعد يعني التدريب مباشره الفريق هيتجه لمدينه الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراه غد امام اصحاب الجياد، والمباراه اللي هتقام على صاله ابو الهول بمدينه الاسكندريه. المباراه هتكون الساعه 4، ويعني المباراه دي ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز لكره اليد. يعني دي يا كريم كانت ابرز واهم الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي فريق الاول لكره القدم والنشاط الرياضي. طبعا انا معاك لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. كلمه ليك يا كريم، تفضل. بنشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه سالة حامد اللي عرفتنا كل اخبار ومستجدات وتفاصيل النادي الاهلي.